عندنا اتصالات كثيره جدا وخلينا نبدا ناخدها، وارجو ان السؤال يبقى مختصر يا جماعه عشان نقدر ناخد اكبر عدد من الاسئله. محمد من القاهره، اتفضل يا محمد. لمساني مساء الخير. اهلا وسهلا، اتفضل. مع الوزير، ازي سعادتك؟ اهلا وسهلا. انا استاذ اختصر على حضرتك واقول لحضرتك ان احنا في امام عمليه نصب كبرى اشترك فيها ثلاث جهات حكوميه: هيئه المجتمعات العمرانيه، جهاز مدينه 6 اكتوبر، نادي خبراء وزاره العدل. واقول لحضرتك ليه عمليه نصب كبرى؟ لان الدوله دلوقتي بتمثل حاجه لجنيه، لكن الدوله متمثله في هيئه المجتمعات العمرانيه وجهاز مدينه 6 اكتوبر منحوا شركه اسمها الربوه الهادئه 100 فدان يا معالي الوزير في المرتفعات الشماليه، تقدر قيمتها الشرائيه حاليا بمليار و250 مليون. لمت الشركه من العملاء 400 مليون جنيه، الدوله ليها عند الشركه حتى هذه اللحظه 300 مليون جنيه ما خدتش جنيه من 2008. طيب محمد، احنا هنجاوب مجموعه من الاسئله ويعني كل الاساتذه ومعالي الوزير هيردوا عليها بس بعد شويه. شكرا يا محمد. فايزه من الجيزه، اتفضلي يا فايزه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحضرتك يا فندم، انا متشكره قوي، انا فعلا انا بشكر قناه سي بي سي وحضرتك، لان فعلا دي قناه الناس الغلابه فعلا. ربنا يخليكي يا فايزه، اتفضلي. بقول له معالي الوزير يا فندم، انا من 2011 جوزي عنده عجز جزئي ومعاشه 1000 جنيه، وانا في قانون جديد ومعايا العقد خالص، وانا عملوا لي بحث اجتماعي وجم وقالوا لي خلاص انت تستحق شقه ومعايا الاوراق جاهزه. اجي قابل المحافظ يقول لي لا معلش ما فيش. انت في منين يا فايزه؟ من الجيزه؟ ايوه يا فندم. اجي اروح وزيره الاسكان يقول لي ما عندك ميعاد تقابليه، ما بيرضوش يدخلوني، مش عارفه انا هترمي والله في الشارع، عندي بنت وجوزي، انا منعت الخلف عشان اقدر اتكفل ببنتي. طيب انا هترمي في الشارع ومعاشي 1000 جنيه ومؤقت لمده سنه كل شويه بنجدده. طيب يا فايزه هنرد عليكي. حاضر. ماركو من القاهره، اتفضل يا ماركو. اهلا بيك حضرتك. سؤال سؤال معالي الوزير، هو كان نزل قرار قبل كده ان تخصيص الشقق لمصاب الثوره وفي نفس الوقت اولويه الاستلام ليهم، لحد دلوقتي القرار ده ما فعلش في اي محافظه من المحافظات. طيب معلش يا جماعه، انا عايزه معلش يا ماركو هقطعك، يا شباب فوق في الكنترول، انا عايزه نمر الناس بس تبقى واضحه، عشان لو حبينا معالي الوزير او الساده والسيدات حبوا ان هم يرجعوا للحاله يكون عندنا الحاله بتوصيفها، فارجو بس نمر الناس وجنبها بس عشان نقدر ان احنا. ماركو انت من مصابي الثوره يا ماركو؟ ايوه يا فندم. اوكي، وتقدمت فين او يعني؟ مش انا بس اللي تقدمت، مصابين الثوره كلهم تقدموا للمحافظين ولمنظمه الاسكان لاستلام الشقق اللي كان معالي الوزير قال اولويه الاستلام لمصاب الثوره، لحد دلوقتي ما فيش حد بياخد مننا حاجه وبنقدم الورق بيرجع لنا تاني. ماركو انت قدمت فين يا ماركو؟ بيرجع فين؟ ما تقدمش على المحافظه. محافظه ايه؟ فوق مجلس الصوره. محافظه القاهره. مجلس القومي للمصابين. اللي قدم لك المجلس القومي للمجلس الشهداء والمصابين. الورق رجع تاني المجلس وقالوا ما فيش ورق. وقالوا مفيش شقق. طيب هيكون معانا نمره ماركو، احنا بس انا يعني الناس دي لازم نرد عليها وهناخد نمرها كمان عشان لو لمياء. اتفضلي يا لمياء. السلام عليكم. عليكم السلام. بس كنت بقول لسياده الوزير ان انا كمعاقه، انا معاقه ومش متجوزه وباخد معاش. تمام. الشروط اللي الوزاره عاملاها ان انا ما ينفعش ان انا اخد شقه من شقق المحافظ من شقق الوزاره الا لما اكون بشتغل ومتجوزه. طب نفرض انا ما اتجوزتش وما عنديش شقه فيها، المفروض انا كمواقع اعمل ايه؟ معاكي حق يا لميا. طب انا طيب حاجه، وفي حاجه ثانيه بس كنت عايزه اقولها عشان الصوره بتاعتك دلوقتي، المساحات الشقه دي البيبان كلها والاماكن اللي بتدخلي منها من مكان لمكان كلها ما توصلش تماما للمعاق اللي قاعد على العتبه. صح، برافو عليكي. اعتقد دي ملاحظه مهمه جدا يا معالي الوزير، مهمه جدا يا باشمهندس، انه تاهيل هذه الاماكن، لان في احنا لسه كنا عندنا حلقه امبارح عن ذوي الاحتياجات الخاصه، فتلاقي دخلت الشقه فيها ستيب، هتلاقي ما فيش اسانسير، هتلاقي هنا ده يا جماعه مهم جدا، حدي شقه لمحدود لذوي احتياجات خاصه ازاي وهو مش قادر يطلعها؟ دي هنا اعتقد نقطة مهمة جدا جدا جدا. محمود وبعدين هنجاوب، اتفضل يا محمود. لميا انا بشكرك جدا وربنا يسهل ونعرف نحل مشكلتك. محمود اتفضل. الو، اتفضل يا محمود. ايوه مع حضرتك يا مدام لميس، اتفضل. الخير الاول. اهلا بيك، مساء النور. في يوم ثلاث نقط يعني انا محددهم بالظبط احب اتكلم فيهم بالترتيب.
اول نقطه احنا بدانا موضوع الاسكان ده بحمله البنك المركزي أيوة. اللي هي قالوا روحوا الاول تبع هيئه المقاولات العمرانيه اي شقه متاحه ممكن انت تحجزها. طبعا احنا سالنا ما فيش اي شقه متاحه، يعني المبادره موجوده لكن ما فيش شقه كانت متاحه ساعتها تبع اي جهاز. ده رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لموضوع الشقق اللي هي نازله اسكان المتوسط، انا بتكلم هنا في مقدم حوالي 90,000 جنيه. الشاب بيدفع مثلا مطلوب منه يدفع 90,000 جنيه ويستنى لما القرعه تجيله او الموافقه، وبعد كده هو المفروض قاعد في ايجار لان هو ما عندوش شقه، ويدفع مثلا 1000 جنيه ايجار و1000 ونص قسط شهري عشان ياخد الشقه اللي هو اصلا لسه ما عادش فيها. فده نقطه برضو احب افهم. المفروض ده الشخص مرتبه من 3000 لحد 10. تمام. هنا انا بخاطب الشخص اللي هو مرتبه كام بالظبط؟ انا كده بتكلم اللي هو عند اللي فعلا مرتبه 10، لكن انا واحد مثلا مرتبي هيبقى 4 او 5 مش هقدر حتى ان انا اشترك في حاجه زي دي. ثالث هو اقتراح، ليه ما بنخليش ليه حمله الدعم البنك المركزي دي لاي شقه من الاسكان العقاري في اي مكان انا حر اختاره؟ هي كده ده سؤال مهم. طيب ما الدوله برضه مستفيده وانا برضه في نفس الوقت باخد الشقه اللي انا عايزها. تمام يا محمود. شكرا. خلينا ابتدي بمحمود بقى مبدئيا وابتدي بالتمويل العقاري. اقدر اخد اي شقه من القطاع الخاص؟ يا فندم انا قلت لحضرتك في اول الحلقه ان احنا في السنه دي انا دعمت مشترين ل 1064 شقه في مشروع. صعبه جدا يا استاذه مي، لانه اولا لازم مش عارفه اجيب الترخيص بتاع الشقه ويجيب مش عارفه مين صاحب عقار هيرضى يديك الورق ده كله. لذلك احنا تعاقدنا مع عدد من المشروعات ومعلنه على موقعنا للتسهيل على هذا الموضوع. وفي شقق الاسكان الاجتماعي اللي بتعلن عليها الوزاره، الوزاره عملت اعلانات عن ثلاث مراحل. دي الشقق ال 75 متر ودي كلها بتدخل ضمن المبادره، هي دي اللي قدم فيها 198,000. فهي بس لو ناس تتابع الاعلانات، احنا بنيجي برامج بنقول يا جماعه في اعلانات مفتوحه، في اعلان لسه كان مقبل. يعني واحد هو ممكن ياخد اي شقه من القطاع الخاص، لكن بتطلب مجموعه من الاوراق عشان نطمن ان العماره دي مش مخالفه، عشان نطمن ان العماره دي شايفة الكوارث. يعني ما احنا مش هقول هنشيل الناس فريسه الحاجات دي برضو. الكلام ده كله ففي ورق خاص له علاقه بالترخيص والملكيه والكلام ده كله لازم يكون موجود لو انت بتاخد من القطاع الخاص العادي. بالظبط. لكن غير كده في مجموعه من المشروعات انا ورقها مدروس، هم جم قدموا عندنا وقالوا ان احنا في ناس بتيجي تشتري، لو سمحت اتيحوا لنا ان احنا ناخد تمويل للعملاء من البنوك. فاحنا تعاقدنا لهم مع عدد من البنوك وبياخدوا برضو الدعم بتاع الدوله. نفس الحاجه ان احنا في الاول والاخر بيهمنا المواطن. الاسكان المتوسط اللي هو بيقول انا من 90,000 صحيح يدفع 90,000 جنيه مقدم؟ لا طبعا 90,000 ده رقم حضرتك مش موجود خالص حضرتك في الشقق المطروح. حضرتك احنا المقدم يبتدي من 25,000 جنيه في اللي هي ال 10% المقدمه. حضرتك بالنسبه لحضرتك هو الناس دايما بتبص لاكبر مساحه واغلى مدينه، لكن احنا حضرتك احنا حاولنا بقدر الامكان نحط المساحات كلها ونحط اسعار مختلفه حضرتك، بحيث ان كل واحد يشوف امكانياته ويشوف ايه متطلباته حضرتك ويختار عليها. والنهارده حضرتك يعني احنا برضو يعني زي ما قلت حضرتك احنا وزاره خدميه، لو بنلاقي في شكوى في اي منطقه حضرتك احنا بنحاول نحلها. يعني النهارده زي ما معايا وزير قال كان سقف مبادره الاسكان المتوسط 300 وبعدين بقى 400. النهارده حضرتك ان شاء الله كان معايا وزير يتكلم مع دكتور هشام محافظ. احنا طرحنا كام يا ست وزير من الاسكان المتوسط ده؟ 30,000. 30,000 وحده. احنا المشروع 150,000 وحده، واللي بتنفذه معانا الهيئه الهندسيه شقق كامله التشطيب في يعني كل المدن الجديده بتاعتنا، واللي طرحينه المرحله الاولى 30,000 وحده. وخليني اقول لحضرتك مع كل برضو الحملة التشكيك والهجوم والكلام ده كله، اللي سحبوا الكراسة لغاية دلوقتي حضرتك يمكن لغاية امبارح بنتكلم على حوالي 57,000 كراسة اتسحبت، والناس بدأت تقدم تدفع بقى المقدمات. لغاية دلوقتي احنا عدينا أربعة أيام تقدم فيهم ودفعوا المقدمات اللي المهندس خالد بيقول عليها 4500 واحد. طب احنا بنقول المقدم في حدود احنا بنتكلم 10%. المقدم النهارده 10% من الوحده. فالشقه الصغيره حضرتك اللي هي 255,000 هيدفع 25,000 جنيه ونص وياخد شقه 100 متر سواء في مدينه البدر، في مدينه السادات، ومدينه العاشر، يعني هيبقى بيدفع 27,000. ادي النهارده الشقق اللي بنتكلم عليها اللي هي بدايه. هو يمكن برضو بيبص على الشقه الكبيره قوي اللي موجوده في القاهره الجديده في افضل موقع، ودي اكبر شقه عندنا اللي هي ال 150 متر اللي هي باعلى متر في الارض اللي هي 4250. يعني الشقه هتبقى اعلى شقه، لان برضو اتقال ارقام شقه بمليون جنيه والكلام ده كله. انا اعلى شقه عندي اللي هي في افضل موقع في القاهره الجديده ال 150 متر اعلى شقه 620,000. دي اللي هي شقه 150 متر في موقع، يعني مش عايز اتكلم كتير برضه 650,000 على
ما هي 150 يا فندم برضو بعيد عن الفئه، يعني فئه برضو مرتفعه. لا انا بتكلم على القيمه، يعني 650000 جنيه على 150 625000 جنيه نفس الشقه دي حضرتك، نفس الشقه دي بالظبط على بعد 300 متر منها القطاع الخاص بيبيعها ب 900000 جنيه الى مليون جنيه، هي نفس الشقه. هذه الفئه تستحق التمويل العقاري، هتاخد ب 8%. ما هي ب 8% في حد كان قال احنا مش لاقيين الوحدات المتوسطه، فلما الوزاره فكرت في هذا المشروع احد الاهداف ان احنا نلاقي لهم وحدات جوه هذا النطاق بتاع 450 عشان يتقدموا للاعلان. نزلوا كراسه اهو، دلوقتي بتشتري 57000 واحد اشتروا. بنعمل اعلانات عشان يعني. طيب خليني ارجع بس الموضوعات حضرتك. الموضوع الاولاني اللي اتكلم عليه محمد، الربوه الهادئه، ده يمكن كان احد المشروعات اللي اتعملت اعتقد هو زي ما بيقول في 2007 ولا 2008. ده كمستثمر عمل مشروع ويمكن تعثر وحصلت مشاكل معاه النهارده، ده من احد المشاكل اللي حضرتك بتقولي لي مشاكل المستثمرين. المستثمر الجاد احنا كلنا بنحاول نساعده ونقف معاه، انما في للاسف بعض المستثمرين بتحصل مشاكل، ودول اللي النهارده بنحاول ان احنا نتعامل مع هذه المشكلة ونحفظ حق الدولة ونحفظ حق المواطن، لأن الموضوع مش سهل، لأن الناس خدت وحدات واستلمت واشترت أو دفعت مقدمات، والنهاردة بقت يعني الوضع بقى شائك، مش فقط الدولة مع المستثمر، لا ده دخل كمان مواطنين في النص، فلازم تحاولي تحلي تصل الحل يحفظ كمان حقوق الناس، ما تضيعش عليها الفلوس اللي هم حطوها. فده احنا شغالين عليه هذا الموضوع، وإن شاء الله هيبقى ربنا يكرم ونقدر نحله من الحاجات اللي بنحلها. فايزة اللي قالت على موضوع العجز الجزئي، احنا حضرتك وده يعني انا عايز اعلنه، احنا النهاردة بنعمل عاملين مشروع اسمه الاولى بالرعاية، ودي شقق في مدينة 6 اكتوبر لهذه النوعية او هذه الفئة، الفئة اللي هي دخلها حتى اقل من 1200 جنيه اللي هو الدخل الشهري اللي قلنا عليه اقل دخل. ودي بندي النهاردة الشقة دي بتبقى اوضتين وصالة، هي شقة صغيرة نسبيا، ولكن دي الاهم انه بيدفع مقدم 1000 جنيه وبعد كده بيبقى إيجار شهري 125 جنيه. وأرجو منها لو سمحتي حضرتك النمرة، علشان إن إحنا على طول إحنا الشقة دي موجودة في 6 أكتوبر وجاهزة النهاردة ومتشطبة، هنعمل بس استبيان سريع جدا عشان نتأكد إنها تستحق الشقة، وإن شاء الله على طول تقدر تاخدها. ويمكن كان حضرتك من أسبوعين كان في يعني أحد البرامج أعلن كان في عمارات وقعت في قلعة الكبش في القاهرة، وكانوا من رمضان قاعدين في الشارع، أول ما عرفنا هذا الموضوع في خلال 3 أيام كانوا جوه الشقق الجديدة بتاعتهم. ماركو مصاب الثورة. ماركو احنا زي ما يمكن الأستاذة مي قالت، احنا حاطين أولوية لمصاب، ده ضمن الاشتراطات والناس اللي ليهم أولوية مصاب الثورة، ولكن احنا النهاردة بدأنا دلوقتي نسلم في بدايات التسليم، وإن شاء الله مراعيين موضوع إن يبقى فيه نسبة وأولوية لمصابي الثورة وأسر الشهداء. يعمل إيه بقى وعلى فكرة ده حضرتك من خلال المجلس، مجلس مصابي يعني أسر الشهداء ومصابي الثورة حضرتك، وإحنا أنا على فكرة بحكم المنصب أنا عضو في مجلس إدارة هذا المجلس اللي هو مجلس مصابي الشهداء، وابتدى يعاد تفعيله، وكان هذا الموضوع على الأجندة في الاجتماع اللي فات، وإحنا ماشيين فيه كخطوات النهاردة، يعني فيه متحدد النهاردة عدد وحدات يقدم في المجلس حضرتك، يقدم في المجلس، وإحنا النهاردة إن شاء الله بننسق معاهم علشان نبدأ ندي أولويات لهؤلاء الناس طبعا اللي هم كلهم طبعا على عيننا وعلى راسنا علشان نقدر. بس جيلك كمان يا استاذه مي، هو عنده طريقين، لو كان قدم في الاعلانات العاديه كان هيقدم ما يثبت ان في اعاقه او انه من المصابي الثوره، فكان اوتوماتيك لو العدد ازيد من الموجود هياخد اولويه، هو دي هتديله اولويه. لو هو ما قدمش في ده فيبقى زي ما علي الوزير قال هيروح يقدم من خلال المجلس، والمجلس هيبعت للوزاره وهندي له برده اولويه، لكن هم ليهم نسبه واولويه في الاولويات الاولى خالص يعني. لم الموضوع ده انا زي ما حضرتك انا بشكرها جدا على هذه الفكره مهمه، ودي فعلا هقول لحضرتك ايه اللي حصل. احنا يمكن الوحدات لما يعني احنا بنيناها في الاول كوحدات عاديه، وبعدين جت فكره ان احنا ندي نسبه فعلا منها للمعاقين اللي هي 5%، فاحنا قلنا هنخصصها من الحاجات الجاهزه، لكن انا بوعدها ان شاء الله في المجموعه الجديده اللي احنا شغالين فيها هنراعي فعلا ان بالذات الشقق اللي ممكن هتخصص كنسبه للمعاقين نراعي هذه الموضوع فيما يخص الابواب والفتحات بتاعه هذه الكمائن اللي تمكن فعلا منهم ان هم يقدروا يستخدموا الشقه. بس بشكرها هذه الملاحظه، بس برضه هي بتقول انا معاقه ولا اعمل، هنا موقفها ايه؟
هتقدر تتقدم في مشروع الأولى بالرعاية اللي سيادة الوزير قال عليه، لأنه هي هنا بقى لا مش هتقدر لا توفر لا مقدم ولا 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 في انتظام، يعني مش تقدر تدفع قسط شهري يمكن 480 هي قالت دخلي 1000 جنيه، فيبقى هتناسبها الشقة اللي هي ب 125 جنيه إيجار و1000 جنيه، هتتقدم في الوزارة إنها عندها حالة خاصة من برضو حضرتك من الحالات الإنسانية. نوسع الإيجار بدل التمليك، فده برضو ممكن يوسع يسهل على الناس. حضرتك إحنا حاطين نسبة لهذا الموضوع فعلا حضرتك، ولكن ده برضو بيرجعني عشان برضو حضرتك تبقي عارفة، لأن دي بتبقى إحنا حاطينها كنسبة من عدد الوحدات، لأن دي في الحالة دي بتبقى الدولة بقى يعني حضرتك عارفة يعني تقريبا يبقى متحملة كامل ثمن الوحدة بالكامل كدعم، لأن الإيجار ما بيرجعش قيمة الوحدة خالص ولا حتى جزء منها، ولكن إحنا حاطين نسبة عندنا من الوحدات هتبقى للإيجار، ودول الشقق برضو عشان حضرتك تبقي عارفة حطيناها في القانون سواء الأوضتين وصالة أو ثلاثة وصالة. جمال من القاهرة، اتفضل يا جمال. جمال مساء الخير سيادة الوزير. مساء النور. مساء النور يا أستاذ جمال، اتفضل. سيادة الوزير أخذ نفسي معاليك يا فندم دقيقة وتكرمت معاليك يا فندم، أنا بتكلم بخصوص نفس الموضوع كان بقول بالرغبة الأهلية سيادة الوزير. معاليك يا فندم أنت هنحل الموضوع دوت، أنت أعلنت في الجرنان وتم بتاريخ 2/8 إن فعلا تمت التسوية مع الوزير ده ما حصلش للأسف. بعتك إحنا 3000 أسرة سيادة الوزير، 3000 وحدة يا فندم إحنا مش عارفين مصيرنا إيه. معاليك دلوقتي يا فندم هي المساعدات العمرانية حسب الماء اللي هيتم سحب للأرض. خلينا اقول لاستاذ جمال، نسمع يا جمال لو سمحت. خليني اقول لحضرتك ان لما اعلنا في 2008 كان بناء على اتفاق مع المستثمر الرئيسي اللي بنى المشروع وسلم لكم او باع لكم الوحدات، وكان ساعتها هو وافق على هذا الموضوع ومضى على اتفاقيه التسويه، وبعد كده للاسف ما التزمش بهذا الموضوع. طب الحل يا فندم؟ النهارده حضرتك احنا بنحاول نطرق كل الجهات دلوقتي حاجات قانونيه وبنشوفها، لان المفروض الطبيعي جدا لو انا عايز احافظ على حق الدوله فقط دون النظر لحق المواطنين انا ادخل واسترد الارض واخد كل ما عليها لان بحفظ حق الدوله، لكن في نفس الوقت احنا عارفين ان بقى في مواطنين للاسف اشتروا وبقوا النهارده عندهم مراكز قانونيه وعايزين ان هم كمان ما يعني فلوسهم اللي حطوها وكل ادخاراتهم اتحطت في هذه الوحدات. فاللي بنعمله النهارده بنحاول نضع النهارده اطار قانوني على الاقل نشوف ازاي نكمل مع المجموعه اللي انتفعت من هذه الوحدات، هم اللي نكمل معاهم ونشوف الاجراءات معاهم علشان في الاخر خدي بال حضرتك تاخد الجزء اللي هم ما اتبناش. ما هو ده اللي احنا احنا بندرسه النهارده، لان احنا كنا ماشيين مع المستثمر وكان خلاص ملتزم وقال انا هبدا وهعمل وهجيب الشيكات وكل الكلام ده كله، وفي الاخر للاسف تراجع مره اخرى. فاحنا بنحط النهارده كل البدائل، لان زي ما بقول لحضرتك انا عندي بقيت النهارده قضيتين، حق الدوله نفسه ان هو ما كملش بقيه الفلوس، وبقى المواطن اللي للاسف تورط معاه في هذا الموضوع. محمد من الشرقيه، اتفضل يا محمد. مساء الخير يا مدام لميس. اتفضل يا فندم. مساء النور. مساء الخير يا معالي الوزير. اهلا، مساء الخير يا استاذ محمد. رحب بالساده الحضور جميعا يا فندم. اتفضل. مع حضرتك محمد سيد عوض من جزيره السعود الشرقيه يا استاذ رامي. اهلا بيك. لو سمحتي حضرتك اوجه السؤال لمعالي الوزير، احنا انا بتحدث عن 12628 شخص تقدموا لحجز وحدات سكنيه في جهاز العاشر من رمضان. 90 متر يا معالي الوزير، فنزلت اسماء على الانترنت في 30/9/2014 بعدد الاسماء المستحقين وهم 12628 اسم. في حين ان المهندس صلاح حسن رئيس مشروع الاسكان الاجتماعي اعلن ان عدد الوحدات المتاحه في مدينه العاشر من رمضان 8180 وحده سكنيه، يبقى في فرق 4448. طيب سالنا في جهاز مدينه العاشر من رمضان عن الاسماء اللي نزلت ديت، قالوا ما نعرفش عنها حاجه. سالنا في بنك التعمير والاسكان فرع العاشر من رمضان، قالوا ما نعرفش عنها حاجه. سالنا في جهاز في التمويل العقاري عند استاذه مي، قالوا لا بيتم حاليا عمل استعلام عن الاسماء اللي نزلت على الانترنت وسيتم تحديد المستحقين. طيب احنا مش عارفين الوضع. حاضر يا محمد، حاضر يا محمد، هيروح هنرد عليك مي يا استاذه مي. هترد امال من الجيزه، اتفضلي يا امال. ايوه ايوه يا ستي، انا بس بشكرك جدا على استضافتك للوزير اولا. شكرا. ولي عنده سؤالين. اتفضلي يا فندم. الاول بالنسبه للتمويل العقاري بيدي نسبه 40% البنك من الراتب الاساسي، ثمن الوحده بيبقى اكتر من كده، هل ممكن يتقسط باقي المبلغ على 16 اسم؟ الحاجه الثانيه بالنسبه للقرعه، بالقرعه بقى انا شفت اللي ما حدش شافه في حكايه القرعه دي،
فانا نفسي نفسي ان انا اخد شقه واعرف ان انا هاخدها. بالنسبه للاسكان المتوسط يعني انا رحت في الشيخ زايد, في الشيخ زايد في الاسكان الحدائقي ما عرفش ياخد, في اوبرا سيتي ما عرفتش ياخد, في اي مكان بقى لي 10 سنين الف على شقه حلوه محترمه لبنتي ما نفسهاش. فانا عايزه في الاسكان المتوسط, وكنت عايزه اقابل الوزير وراه حاجه ثانيه علشان القرعه دي بالذات انا عارفه ان انا مش هطلع. طيب يا امال حاضر. سماح من البحيره اتفضلي يا سماح. سماح السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. سلامي ازي حضرتك. اهلا بيكي حضرتك. من فضلك انا لا عندي مشكله بس عايزه اخد راي معالي الوزير فيها. انا كنت حصلت على شقه من اسكان مبارك في 2008 وجي بعدها حضرتك اذا غايت ل 2011 حصل ان احنا كنا جايبين مكنه بالقسط عندنا مطبعه صغيره انا وزوجي مش موظفين, فالمكنه اتسرقت المكتب اتسرق كله. وبعت اضطريت ابيع الشقه عشان ما هدش الاسره طبعا وجوزي يتحبس وكده, فبعت الشقه. دلوقتي عندي مقومات اللي في الشروط اللي بتبقى مطلوبه في الشقه كلها الا ان انا واخده واحده حاصله على واحده سكنيه قبل كده. فيعني كل قاعده. طيب يا سماح هنشوف دلوقتي هذه القضيه. ابو ضيف القاهره ونرد. اتفضل يا ابو ضيف. السلام عليكم. انا مدام ابو ضيف. اهلا يا مدام اتفضلي. معلش احنا بنتصل بحضرتك مدام ميس لان احنا دخنا فعلا من بعد الثوره. اتفضلي. وانا وجوزي ومخلفه ثلاث اولاد وكده وما عنديش شقه وقاعده مع والدتي. فكل ما يقولوا نقدم على شقق نروح ونقدم في البنك الاسكان ونقدم في البوسطه ونقدم في الورق ومعانا وصل, معانا وصل وليه رقم وكده مسجل, بس ما فيش اي حد بيجيب لنا الشقه. فانا كنت عايزه اسال يعني الاستاذ الوزير اروح اقدم فين عشان يبقى فيه. انت منين يا منين يا مدام ابو ضيف؟ منين حضرتك؟ وانا جوزي شغال في جريده الاهرام يعني بياخد. ايوه انت منين؟ حلوان. من حلوان. وجوز حضرتك؟ جوزي جوزي شغال في جريده الاهرام. انت بتقول قدمت؟ قدمتي وصل في ايه؟ فين معاكي وصل من ايه يا مدام؟ انا معايا وصل. معايا وصل وفي عنواني وفي كل حاجه مكتوبه. لا ما قدمتش. ما قدمتش حضرتك 2011 27/2/2011 حضرتك الاستلام. حضرتك ما قدمتيش في اي اعلان حضرتك مش كده؟ قدمتي في اعلانات ولا في ايه؟ انا قدمت كل شويه اروح اقدم وزاره الاسكان والمرافق مديني وصل من يوم 27/2/2011 وبعد كده عملنا اعلانات ما قدمتش بعد كده. استكملت. ماشي يا مدام ابو ضيف. طب نرد يا اساتذه. خلصنا. جمال محمد من الشرقيه من الموضوع العاشر من رمضان. هو الطلبات اتفرزت. مدينه العاشر جه عليها 49,000 طلب. اللي مستوفي المستندات منهم من حيث الشكل 12,628. دول اللي احنا حاليا بنسجلهم وبنستعلم. وبما ان الشقق 8,180 فبالتالي احنا هنعمل بقى الاولويات هنا. فالاولويه هتبقى للاسره اللي هي متزوج ويعول, يجي بعديها المتزوج بس وبعدين الاعزب. فده اللي هيخلينا ننزل العدد ده من ال 12,268 لحد الرقم بتاع الشقق مع نسب الرفض اللي انا قلت لحضرتك انها بتيجي يعني. في امال اللي اتكلمت برضو على التمويل العقاري وقالت ومشكلتها مع القرعه. دي بتتكلم عن الاسكان المتوسط. ما دي بقى يا فندم يعني اصل احنا لازم ندي للناس حقوق متساويه يعني يكون ما جالهاش حظ ان شاء الله يجي لها حظ هذه القرعه اعتقد يعني. سماح من البحيره. وسماح برضو كانت ايه مشكلتها؟ سماح دعم واخده شقه. كانت خدت شقه قبل كده وباعتها واضطرت انها تباع. طبعا يعني احنا دي كقانون يمكن ده اللي كان اقر ان احنا بندي الفرصه مره واحده للمواطن علشان ان هو يستفيد بهالشقه لانها بتبقى مدعومه بصوره كبيره جدا من الدوله. فبرضه علشان نوع من المساواه والعداله ان احنا بندي الفرصه مره واحده للجميع ويعني على اساس ان هو يستفيد من هذه المبادره في هذا المسار لان في ناس كتير جدا ما خدوهاش قبل كده. سوزان من القليوبيه اتفضلي يا سوزان. سوزان مدينه العبور. اهلا بيكي اتفضلي. سوري. احنا عندنا الاراضي اللي هي اتخصصت للاسكان المتوسط في مدينه العبور جايين في الحي بتاعنا اللي هو الحي الترفيهي ده. حي اصلا مفروض 25% مباني وارتفاعات ما تبتش عن 8 متر يعني دورين. فهم دلوقتي جايين هيبنوا عمارات 5 ادوار او 6 ادوار زي ما عملوا في الاسكان القومي وخدوا اراضي النوادي كلها بتاعت الحي عملوها الاسكان القومي بتاع مبارك ودلوقتي واخدين الاراضي اللي هي بتاعت النوادي اللي هي بتاعت الحي. في منطقه العبور. في منطقه العبور. طيب. والعبور مليانه اراضي يعني ممكن ياخدوا في اي حته وفي العبور الجديده وفي اراضي كتير جدا. اشمعنى الحي يا اما يبنوا على نفس الشروط اللي احنا بنينا عليها اللي هي 25% وارتفاع 8 متر. شكرا يا سوزان. سيد الوزير.
يعني حضرتك المنطقه حضرتك بتتكلم فيها اسكان متوسط حضرتك دي كانت منطقه توسعات مستقبليه حضرتك مش منطقه نوادي حضرتك ما بتغيرش النشاط حضرتك هي كانت جنيه متخيل ان الارض قدامها فاضيه حضرتك ومش هيحصل فيها اي نشاط فهي كانت متخيله انها هتستخدم كحدائق او اي حاجه زي كده حضرتك ولكن هي النهارده حضرتك احنا عندنا اشتراطات بنائيه في كل مدينه الحي اللي هي بتتكلم فيه ده حي الترفيه ده ليه نسبه بنائيه مختلفه عن الاحياء الاخرى حضرتك فكل حي بيبقى ليه نسبه بنائيه فيمكن بس عشان الارض كانت متروكه فضاء لفتره طويله فاكره انها نوادي وحاجات طيب. ترفيهيه طب محمد من القاهره وللاسف ده اخر تليفون محمد اتفضل محمد يا محمد طيب قطع محمد كلمات اخيره استاذه مي هو انا بس يعني اطمح ان انتوا يعني الناس تكون صبوره علينا شويه في موضوع الاستلامات لان انا في الاخر يا فندم عايزين الشقه توصل لواحد مستحق بجد دي معاناه الماضي اللي احنا مش عايزين نكررها تاني في المستقبل بس احنا عايزين كمان نيسر على الناس الحصول على التمويل العقاري عشان العجله تمشي ايوه احنا عايزين الثقه وان ما حدش ياخد الفلوس ويسرقها والكلام ده كله بس محتاجين نيسر اكيد يا فندم احنا طالبين مستندات قليله جدا بتتقدم في الاعلان زي ما قلت لحضرتك احنا مطلوب شهاده الدخل وايصال مرافق مكان الشخص ما هو ساكن عشان ما يبقاش يمتلك شقه مش مطلوب اي حاجه اكتر من كده مهندس خالد حضرتك يعني انا بس بحب اقول للمواطنين حضرتك النهارده محدود الدخل دول هدف الوزاره النهارده كل ما السياسات اللي محطوطه حضرتك والقانون الاسكان الاجتماعي بصندوق هذا الاسكان الاجتماعي ان احنا بنحاول في فتره قريبه ان احنا نقلل عدد الاعداد الكبيره اللي هي محتاجه هذه الوحدات حضرتك بطلب من الناس حضرتك يمكن بعض المجهود اللي بيتاخد عن الاستاذه مي ان في ناس كثيره غير مستحقه وبتقدم ورقه وبالتالي مش معملوش كده حضرتك لان النهارده حضرتك بقى في تجريم ده بيعتبر تزوير في اوراق رسميه حضرتك وفي تجريم وبقى في حبس هل اللي قدموا مستندات مزوره أيوة ولا لازم هعمل هتعملي عليهم عقاب ده قانون حضرتك يا فندم لازم يتطبق لازم قانون حضرتك قانون صدر ودي احد الحاجات حضرتك اللي صدرت عشان العداله الاجتماعيه يعني ما فيهاش حسن نيه معالي الوزير كلمات اخيره للمواطنين اللي كل مواطن فيهم عايز شقه خليني اشكر حضرتك اولا على ان حضرتك يعني صدفتينا النهارده عشان نوضح هذا الموضوع ورؤيه الوزاره لهذا الموضوع لكن خليني اقول لحضرتك يعني لاول مره احنا شغالين دلوقتي كوزاره عندنا سياسه واضحه جدا عندنا هدف معين بتارجت معين وعندنا قناعه حاجه واحده ان مشكله الاسكان مش هتتحل غير لما العرض يبقى كبير جدا بالظبط وكل ما هنقدر نزود العرض كل ما هنحل مشكله مصر في الاسكان ونقلل العشوائيات وبالتالي الدولة عليها دور القطاع الخاص عليه دور وكل الاتنين مع بعض لازم يشتغلوا بأعلى يعني كفاءة وكاباسيتي ممكنة في خلال الفترة الجاية عشان نحقق هذا التارجت بإذن الله أنا بشكركم شكرا جزيلا الحقيقة هو عبء كبير موضوع الإسكان لأنه تأخر العمل فيه سنوات طويلة وهو عبء كبير وهو أهم حاجة تقدمها الدولة للناس الحقيقة هو سكن آمن يعني يقدروا أن هم يعيشوا فيه بأمان الحقيقة بشكركم سيادة الوزير أستاذة مي مهندس خالد بشكركم على المجهود ويعني أنا عارفة أن الناس يعني واقفة طوابير لكن محتاجين صبر الناس بتشتغل محتاجين أيضا تعاون من القطاع الخاص ومحتاجين من الحكومة تذليل العقبات للقطاع الخاص لازم القطاع الخاص يخش معانا عشان العجلة تدور والدنيا تمشي ما تقدمش على تمويل عقاري لو كنت غير مستحق لان ده هيجرم بعد كده حاول تفهم انك هتضطر تدفع رقم لكن مش هو السعر الحقيقي في السوق لكن مفيش حاجة ببلاش تماما لكن في تمويل عقاري التمويل العقاري مدعوم من الدولة 7% ده فايدة تعتبر قليلة جدا للمتوسطين متوسطي الدخل ده 8% دي فايدة برضو قليلة بيدعمها البنك المركزي وبتدعمها الدولة إذن في محاولات نتمنى أن هذه المحاولات تؤتي أكلها في النهاية بشكركم شكرا جزيلا بكرة يوم جديد بإذن الله وهذه لميس الحديد تحييكم تصبحوا على خير